أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من مزمور 141. داود يقول في هذا المزمور في آية رقم 5: ليضربني الصديق فرحمة وليوبخني فزيت للرأس، لا يأبى رأسي لأن صلاتي بعد في مصائبهم. أرى الآية مرة كمان، داود بيقول ليضربني الصديق فرحمة. رحمة، الكلمة في اللغة العبرية تعني الرحمة وتعني أيضا المحبة. يعني داود بيقول لما الصديق، الشخص اللي له علاقة مع الرب، يضربني أو يوبخني، يقصد بالضرب يعني يوجه له كلمات فيها توبيخ، ليضربني الصديق فرحمة، يعني دي محبة، لأنه هو شخص اللي هيوبخني ده شخص ليه علاقة حية مع الرب، فلما ينقضني أو يوبخني يبقى بيعمل ده عشان مصلحتي. داود شايف ان دي بيشوفها صح، بيشوف ان دي محبة. ليضربني الصديق فرحمة، يعني لما شخص ليه علاقة مع الرب يوجهك لشيء ما تزعلش ما تتضايقش، لأنه هو بيوجهك لمصلحتك، بيوجهك لخيرك. ولما في البيت الأب مثلا يوجهك، لازم تاخد ان التوجيه ده لمصلحتك، ما تاخدهوش ان ده إهانة ليك. ليضربني الصديق فإيه؟ فمحبة. وليوبخني، بيشرح معنى الضرب هنا، التوبيخ، فزيت للرأس، لأن الزيت زمان زيت الزيتون كان يستخدموه علشان الإنسان للجمال أو للإنتعاش يحطوه على الرأس، فده كان بيبقى حاجة حلوة قوي. وكان في ضيافة لما تيجي تستضيف واحد عايز ترحب بيه ترحيب كويس قوي بتحط زيت على راسه. فهنا بيعتبر ان الكلام الصعب اللي سمعه من شخص، بس اهم حاجة ان الشخص يكون ليه علاقة مع الرب عشان يبقى متأكد ان اللي بيقوله الشخص ده ما راهوش اي دوافع غلط، ده هو فعلا بيوبخني لانه بيحبني، بيوبخني لأنه مش لأنه من ده عايز ينتقم مني، لا، لأن ده راجل صديق. صديق يعني راجل ليه علاقة مع الرب. داود في اتضاع بيقول ليضربني الصديق فرحمة وليوبخني فزيت للرأس، لا يأبى رأسي، يعني رأسي مش هترفض أبدا إنها تسمع كلمات فيها توبيخ مدام جاية من ناس ليهم علاقة حقيقية مع الرب. داود عايز يقول ان هيسمع كلام التوبيخ ده كأنه رسالة من الرب. عزيزي المشاهد، لما ناس بتحبك تنقضك، لما ناس بتحبك توبخك، خد التوبيخ ده وخد النقد ده وحطه قدام الرب، لأن ممكن يبقى ده لمصلحتك، ممكن ده يبقى لخيرك، وممكن يكون فهموا حاجات غلط عنك. لكن لما تاخد الكلام وتناقشه مع نفسك وانت في محضر الرب ومتضع، هتقبل التوبيخ لو التوبيخ صح، ولو التوبيخ مش صح هترجع تقول لهم لا انتوا حكمتوا حكم سريع عليا. لكن المهم نتعلم أن نستفيد من توبيخ من يحبوننا، نتعلم أن نستفيد من نقد من لهم علاقة مع الرب، اللي لهم علاقة مع الرب بينقدونا عشان بيحبونا، وما نبقاش عندنا الحساسية أن أي واحد يقول لي كلمة كده أعتبره أنه ضدي وعدوي. لا،
باسم الرب يسوع نكون متضعين. وفي سفر الأمثال بيقول كده، لما توبخ حكيم هيحبك. ليه؟ لأنك بتوجهه لحاجة هو مش شايفها، فلما توجهه لحاجة هيصلحها فيبقى ماشي صح، يبقى ماشي. يعني لما توبخ واحد عشان شغل ناس مثلا هيضروه، وانت ليك علاقة مع الرب يبقى انت افدته. والآية دي بتقول لنا حاجة مهمة جدا، بتقول لنا ايه كمان؟ ان احنا لما الناس اللي بنحبهم لما يغلطوا، ولازم ما نخافش ان احنا نقول لهم ان كنتوا غلطتوا، لان الدافع بتاعنا كويس، وممكن يكون الرب عايزنا نقول لهم علشان مصلحتهم. في واحد يقول لك لا انا مالي، لا، كلمة انا مالي دي مش موجودة في قاموس العلاقات بين المؤمنين. العلاقات بين المؤمنين ما فيهاش حاجة اسمها وانا مالي، لا. ممكن تعاتب، لان العتاب هيفيد الشخص اللي اخطأ، زي ما قال الكتاب اذا اخطأ اخوك اذهب وعاتبه، بس مش ما تشهرش بيه وتنقل اخباره السيئة للناس. لا، انت شفته بيغلط، طب ما تعاتبه بينك وبينه عشان تفيده. ما تقولش وانا مالي، وانا مالي دي مش موجودة، دي موجودة في القاموس بتاع الخطاة اللي زي قايين، لما الرب بيكلمه قال له أحارس أنا لأخي؟ أنا مالي، هو أنا أحرس أخويا؟ لا، لينا مسؤولية تجاه الناس اللي بيصلوا معانا، اللي بيخدموا معانا الرب، اللي لينا مسؤولية إن لما يغلطوا لازم بمحبة نواجههم، وهم عليهم مسؤولية إنهم يقبلوا الكلام ويفحصوه في محضر الرب. وبعدين هنا داود بيكمل بيقول وانا مش بزعل منهم انهم بيوبخوني، ده انا برحب كانه حاجه حلوه زي الزيت للراس. لا، وبعدين بيؤكد ده، بيقول لان صلاتي بعد في مصائبهم. يعني لما بتحصل لهم مشكله مصيبه تحصل لحد من دول اللي بيوبخوني، بصلي من اجلهم، لاني ما جوايش اي مراره من الناس اللي بتوبخني، من الناس اللي بتنقضني. بشوف ان ده عمل محبة منهم، بقابل المحبة بمحبة، والدليل ان انا بينه وبين الرب لما اشعر ان حد حصل له حاجة بصلي عشان الرب يساعده، عشان الرب يطلعه من المشكلة اللي هو فيها، عشان المصيبة تنتهي، عشان اثرها تزول. عزيزي المشاهد، اسأل نفسك هذا السؤال، هل بتقبل ان حد يوجهك او يصلح لك مسار او يوجه نظرك او يقول لك الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط قوي؟ هل بتقبل ده ولا بتتعصب وبتتضايق وتقول ايه ليه بيقولوا عني كده؟ لا، كن متواضعا. مؤمن لازم يبقى شخص حكيم ومتواضع. والحكمة ان يمكن اللي احط احتمال ان اللي بيقولوا صح، واروح اناقش مع نفسي وانا بصلي، ولو اكتشفت ان هم صح مش عيب ان انا اتراجع عن ارائي، مش عيب ان انا اقول ان انا غلط، ده مش عيب. ده القوة ان الانسان يعترف بخطأه، القوة ان الانسان يغير قراره لو ادرك ان قراره غلط. عزيزي المشاهد، لا تنسى آية 5 مزمور 141. تعال معي الان الى سفر القضاء اصحاح 19، بنكمل التأمل في انحراف خدام الرب في زمن سفر، في زمن القضاء، في عصر القضاء كان في انحراف، كان في تدهور في الحالة الروحية لخدام الرب، ودي من البذور اللي طلعت شوك أتلف كل مجد الشعب الرب اللي كان موجود قبل عصر القضاء أيام يشوع. يعني من البذور دي اللي طلعت أشجار مليانة شوك، إن الخدام تدهوروا، حالتهم الروحية تدهورت.
وفي أصحاح 19 بنشوف واحد خادم من خدام الرب كان رجل لاوي. أول ما تقرأ كلمة لاوي دي في العهد القديم تعرف إن ده مدعو إن يخدم الرب، وملهوش شغلة في الدنيا دي إلا خدمة الرب. إنما ده انحرف، عاش في مكان مش اللي الرب عايز يعيش فيه، اتجوز جواز لا يليق بواحد يخدم الرب، وزواجه ما فيهوش اي تكافؤ، لانه هنا اسمها سرية، شرحنا دي ان دي زوجة ملهاش حقوق، والكتاب بيقول كده ان دول ما كانش يبقى ليهم حقوق زي حقوق الزوجة العادية. هي زوجة صحيح بس ملهاش حقوق الزوجة العادية، وابنائها ملهمش حقوق ابناء الزوجة العادية. ده كان نظام موجود في العالم في الوقت ده، وطبعا الرب اشتغل على الناس. في العهد الجديد بقى مفيش كده، في العهد الجديد في زوج وزوجة، رجل وامرأة، مفيش تعدد زوجات بالنسبة للمؤمنين في العهد الجديد. ليه؟ الرب رجع الإنسان للصورة الأولى. الصورة الأولى لما خلق لآدم ما خلقش زوجتين ولا ثلاث زوجات، خلق له زوجة واحدة. عزيزي المشاهد، الراجل ده بقى اتجوز واحدة مش في مستواه، يمكن اللي جذبوا ليها الجمال، وقلنا ان الجمال وحده لا يكفي عشان يزكي واحدة انها تتجوز واحد. ده نقطة من نقط، النقط الباقية مهمة جدا، العال، الحكمة، مخافة الرب. يعني مفيش حد عاقل يتجوز مجرد الجمال او الانجذاب العاطفي. الانجذاب العاطفي وحده لا يكفي لقرار كبير زي قرار الزواج، لازم يبقى في انجذاب عاطفي في الزواج، نعم، لكن وحده ما ينفعش. لازم عقلك يبقى مقتنع، لازم روحك وانت بتصلي تبقى مستريحه، لازم وانت بتسال الرب يديك سلام في قلبك. انما ما ينفعش تاخد قرار تعمل عيله لمجرد ان في عاطفه قويه او اعجاب بالجمال، ما ينفعش ده بس، لازم يبقى معاه تأييد الرب ليك جوه قلبك، ويبقى معاه اقتناع بعقلك، ويبقى معاه احترام للايه اللي بتقول انها تبقى نظيرك، معينه نظيره. لما الرب خلق حواء قال عنها كده لازم تبقى معينه، يعني لازم تلاقي فيه اللي هترتبط بيها انها قادره على مساعدتك، قادره على انها تساعدك في وقت لما تبقى ضعيف فيه، معينه، لازم تبقى معينه، ولازم تبقى نظيرك يعني قريبه منك. فهنا ده اخطا في الخطا التاني، وشرحناه قبل كده بالتفصيل، انه تزوج امرأة غير مناسبة لي كخادم للرب. وبعدين المرأة دي لما زنت وراحت عند تعيش عند ابوها، بعد ايام ابتدى يشتاق ليها، فراح يجيبها، راح يرجعها لي، ولما راح ما تصرفش ايضا كخادم للرب. شرحنا ده، كان لازم يتأكد انها تابت، كان لازم يتأكد ان سلوكها اختلف، كان لازم يتأكد ان الزنا ده لن يعود مرة اخرى، يعني مغامرة منه انه يرجعها. وقلنا ان روح العهد القديم ما كانش انه يرجعها، لان خلاص الزنا، وشرحنا ده وبنأكده، ان الزنا بيعمل ايه؟ الزنا بيخلي الشخص واحد جسد واحد مع الشخص اللي زنى معاه، فبالتالي علاقته بزوجه او زوجته، واحدة علاقتها بزوجها، يبقى اتقطعت امام الله، ولو هيرجعوا كأنهم هيتجوزوا من جديد. ليه؟ لان العلاقة اللي جمعوا الرب اتقطعت خلاص، ما عادوش جسد واحد. ليه؟ عشان دخل شخص اخر معاهم. وقلنا في كورنثس الأولى بعيدة للأهمية الأصحاح السادس بيقول كده، اللي بيزني مع شخص بيبقى معاه جسد واحد خلاص. فإذا يبقى جسد واحد مع اتنين، فالتعليم واضح إن الزنا بينقض الزواج، وكأن علشان يرجعوا يعيشوا مع بعض كأنهم لازم يتجوزوا مرة أخرى،
وطبعا مش هيبقى جواز صح بدون توبة. الراجل ده بقى ما همهوش انها تابت او ما تابتش، هو عايزها تعيش معاه، يمكن عنده عايز الزواج لأجل علاقة جنسية، ده ما ينفعش، أو لأجل الإنجاب، ده ما ينفعش. الزواج ما هواش كده، الزواج في الكتاب المقدس ما هواش كده على الإطلاق. زواج في الكتاب المقدس دي أجزاء من الزواج، علاقة جنسية جزء، الإنجاب جزء، لكن الزواج في بقى الوحدة وفي التكامل وفي اتنين أفضل من واحد، وفي بقى تربية الأطفال، ليه أبعاد كثيرة، وفي إن احنا نعمل بيت لمجد الرب ولخدمة الرب وللملكوت، ده ليه أبعاد تانية. ما تقدرش تحد الزواج في الحتتين دول، الإنجاب والعلاقة الجسدية. المهم انه راح علشان يرجعها، وبعدين ابوها فرح بيه، شرحنا ده في الحلقه اللي فاتت، لانه عايز بقى يحل مشكله بنته دي باي طريقه، شكلها كده قدام الناس وحشه انها متطلقه وكده، عايزه ترجع وخلاص. ولانه ما هو قلنا كان في انحدار روحي في كل البلد، في كل شعب الرب، لانه منحدر روحيا، ما اهتمش ان المصالحه بين بنته وبين زوجها تبقى صح، ما اهتمش بالحته دي، ما اهتمش ان يشوف ايه اسباب المشكله، طب ليه حصل كده، ما اهتمش. هو كل اللي مهتم بيه انه يرضي زوجها بكل طريقه، عشان زوجها ما يأذيش بنته بعد كده، يفتكر انها زنت ويأذيها. يعني همه الاساسي ان الامور ترجع باي طريقة، ومش مهم ما يحصل ايه بعد كده، على قدر اللي هيقدر عليه، بس انه هنشوف في الوقت عمل ايه اللي يقدر عليه، انه يرحب بيه، انه يقول له كلام حلو، انه يغديه، يأكله كويس، يكرمه. إنما جذور المشكلة ما مسهاش. وعزيزي المشاهد، لو في مشاكل أنت منفصل عن زوجتك، عشان ترجع لزوجتك وزوجتك ترجع ليك، لازم تلمسوا أصول المشكلة اللي حدثت، ولازم تعالجوا الجذور بتاعت المشكلة، لأن لو الجذور ما تعالجتش هترجعوا تنفصلوا تاني، وهترجعوا تجرحوا بعض تاني. واي صديقين بعدوا عن بعض، مش صح انهم يرجعوا لبعض اصدقاء زي الاول، الا لما يشوفوا الجذور المشكله اللي حدثت بينهم كانت ايه، ويعالجوها مع الرب. مش هنعالجها لوحدينا، هنعالجها مع الرب وفي وجود مرشدين روحيين مملوئين بالروح القدس، ونتعلم دروس من اللي حصل عشان المشكلة ما تتكررش. طبعا ده مش هتلاقيه هنا خالص نهائي في القصة دي، بسبب الانحدار الروحي، ان الأمة انحدرت والشعب انحدر، فلما ننحدر روحيا نصلح المشاكل بتاعتنا بسطحية. يعني اب يصلح مشكلته مع ابنه بحاجة سطحية، يجيب له هدية مش عارف ايه وخلاص وخلص الموضوع. هو الموضوع ليه جذور، لازم حاجات تتغير باسم الرب يسوع. لا نعالج مشاكلنا بسطحية، لأن لما تعالج المشكلة بسطحية ما تشوفش الجذور بتاعت المشكلة، النتيجة هترجع المشكلة أسوأ مما كانت، وهتبقى الإحساس بالإحباط يزيد عند الشخص. يعني لأنك حاولنا وفشلنا، بعد كان في فشل بعدين حاولنا مرة تاني وفشلنا، الإحباط بيزيد. فعشان كده لازم حل أي مشكلة يبقى من جذور المشكلة، ما نبقاش سطحيين في علاجنا لمشاكل في شغلنا، لمشاكل في بيتنا. نعالج المشاكل مع الرب، والرب دايما علاجه للمشكلة بيبقى علاج حقيقي، ما يبقاش علاج شكلي، ومع الوقت ترجع المشكلة زي ما كانت.
يعني زي جهاز عندك تلفزيون اي حاجة تصلح توديه يتصلح يروح يغيروا لك حاجة يعيش معك يومين ويرجع يبص تاني. لا ده مش علاج الرب لمشاكلنا. المهم الاب عمل ايه بقى؟ يقول لك كده امسكه ابو الفتاة وخلاه يقعد قال له انت جاي تاخد مراتك؟ لا مش هديها لك كده انا لازم اكرمك. طبعا هو بيعمل ده ليه؟ لانه خايف من جواه ان جوزها ده جاي ياخده منها وبعدين بعد ما يرجع تاني يضربها يهينها بسبب المشكله اللي عملتها قبل كده من فتره لما زنت. فابتدى ايه بقى ياثر عليه؟ ياثر عليه ازاي؟ شوف الطرق العالميه في التاثير. ياثر عليه انه يرحب بيه ويقدم له اكل. يقول لك كده امسكوا ابو الفتاه فمكث معه ثلاثه ايام فاكلوا وشربوا وباتوا هناك. يعني عزايم ثلاث ايام عزايم اكلوا وشربوا. يعني بيعزم عايز ياثر عليه، عايز يقول له بالاكل ده انسى اللي عملته بنتي معاك انها خانتك، انسى ده. ينسيه ازاي؟ ده العالم انه بقى يعمل له حفلات كتير انه يكرمه انه 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 فاكر انه بالطريقه دي هينسي هذا الخادم ان مراته دي خانته وزنت. لا مش هي دي الطريقه، ده تاثير مؤقت. التاثير الحقيقي لما الرب يدخل في الموضوع، لما الرب يدخل في الموضوع ممكن فعلا ينسي الشخص زي ما نسى يوسف اللي اخواته عملوه معاه. يوسف نفسه قال كده، قال الرب انساني، يعني شهد ان الرب نساه الحاجات الصعبة جدا اللي اخواته عملوه معاه. نساه الرب. يعني ايه نساه؟ مش معنى كده ان يوسف مش هيفتكر، هيفتكر لكن كما يفتكر وكأن ما فيش حاجة حصلت، مش يفتكر ويبقى جواه مرارة وعايز بقى ينتقم. لا، لما الرب ينسي كأن ما فيش حاجة حصلت. ففي فرق بين ان انا عايز انسي الشخص ده باكله وشرب اللي عملته مراته معايا، عايزاه ينسى باكله وشرب، وانه الحل تقولي طب ينسى ازاي؟ بالصلاه بقى، وان الرب يتدخل والرب يحط ايده على ذهني. انا مش عايز، يمكن انت عزيزي المشاهد مش عايز تفتكر حاجات بتتعبك، الرب يحط ايده على راسك عشان يعمل معاك اللي عمله مع يوسف وتقول الرب هو اللي نساني. عزيزي المشاهد إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030 الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.